مخطط لها. وحدة الرؤية للتدبير، أولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت تبدأ فهمت واحد مجموعة كبار، فهناك إنجازات الحصيلة اللي هي بالنسبة لي أنا شخصيا كوزير مشرف على القطاع جد إيجابية فيما يخص المضي نحو التغطية الصحية الشاملة في أفق 2020، فيما يخص تعزيز والتطوير العرض الصحي والبنيات الصحية والبنيات التحتية، فيما يخص تعزيز والتطوير زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، فيما يخص برنامج خدماتي، فيما يخص التكفل بالمستعجلات، التكفل بالأمراض العقلية والنفسية، فيما يخص السياسة الدوائية الوطنية الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي. ولكن هناك كذلك تطرقنا للتحديات على الاختلالات على النقائص والحاجة اللي ما حققناهاش خاصة فيما يخص تدبير النفايات الطبية، فيما يخص رقمنة القطاع، فهذه كل شيء إن شاء الله مسائل غنخدموا عليها.